يعني اعرفهم كويس طبعا، لاني بقالي فتره في اسكندريه ومتابع هناك الدرجه الثانيه بشكل كويس، والكابتن كمان الكابتن كاس يعني من اعز اصدقائي ودايما بنتقابل يعني. طبعا تشكيل ابو قير النهارده تقريبا هو ده التشكيل اللي بيلعب بيه الكابتن كاس دايما. بس هو ما بيلعبش بالطريقه دي اعتقد. لا هو بيلعب 4-3-3 يعني 4-3-3 انا شفتهم قبل كده بيلعبوا 4-3-3، لكن النهارده طبعا بيلعب النادي الاهلي ونادي كبير طبعا واسم كبير، فطبيعي ان هو يبقى فيه مخاوف النهارده من المباراه، ولازم برضو ان هو طبيعي ان هو ينزل يقفل او يلعب زون ديفنس على اساس ان هو يقدر يطلع بنتيجه ايجابيه. لكن النهارده طبعا عايزين نتكلم برضو على بعض اللعيبه في نادي ابو قير. النهارده في غياب عندهم محمد عبد الله، وده الاسترايكر بتاعهم جايب حوالي 8 اهداف، لكن هو طبعا مصاب عامل عمليه فبقاله فتره مش موجود. تقريبا ده هياثر تاثير كلي على الفرقه، لان هم بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ولاعيب هايل يعني، جاله كذا عرض من انديه الدوري الممتاز. وفي برضه في موجود لعيبه ثانيه، في علاء شعبان. علاء شعبان ده لعيب من ناشئين النادي الاهلي، لعب في دوري ممتاز ولعب عنده خبرات، ولعب في الرجاء ولعب في بلديه المحله، وبقى له فتره كبيره في الدرجه الثانيه، فعنده خبرات كويسه جدا وبقى له فتره مع ابو قير. في مصطفى الخواجه بيلعب 8، وده لعيب بيعتمد عليه في نقل الهجمه الكابتن كاس، ولعيب كويس يعني. في كارتا مش عايز اقول الاسماء كلها طبعا، لكن في لعيبه مميزه في نادي في 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 فرقه ابو قير. في هاني السيد لعيب سريع ولعيب خبره وجاي من فاركو، بيلعب باك رايت، ده لعيب كويس جدا وبيعتمد عليه برده الكابتن الكاس. انا عايز اقول برده ان الماتش مش هيبقى سهل بالنسبه للنادي الاهلي، هيبقى صعب لان انت بتلعب فرقه برده زي ما حضرتك قلت في قبل ما نتكلم من نادي مركز تشكيله ابو قير، او نادي ابو قير لعب دوري، لعب فرق دوري ممتاز وكسب، قدر ان هو يحقق عليهم نتائج كويسه زي الانتاج الحربي، زي حرس الحدود، وقبلهم نادي المنصوره، فدي حاجه برضو تقلقك. طبعا احنا النادي الاهلي طبعا ما بيفرقش معاه الكلام ده، النادي الاهلي عارف وعارف عايز ايه من الماتش كويس قوي، وعارف ان الماتش ده بروفا كويسه قوي للمباراه النهائي. واعتقد ان التوقيت ده يعني انا ممكن الكابتن عادل قال ان توقيت المباراه او ما كانش مش 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 حابب التوقيت ده موجود، لكن انا شايف ان ده انسب وقت لان تكون دي مباراه بروفا للنادي الاهلي، لان طبيعي انت كابتن قبل اسبوع من مباراه نهائي ابطال افريقيا طبيعي ان انت هتعمل ماتش ودي، اكيد مش هتقعد الفتره دي كلها من غير ما تعمل مباراه. فانا شايف ان فرقه ابو قير مش عايز اقلل منها، لكن دي انسب فرقه ان انت تقدر تلعبها او تقدر تشتغل عليها الشغل بتاعك، او تقدر ان انت تريح الناس الموجوده عندك اللي هم الاساسيين او اللي انت هتعتمد عليهم اعتماد كلي في المباراه النهائيه. وعندنا طبعا عندنا علي معلول مش موجود، محمد هاني مش موجود، اجاي عمرو السوليه، محمود كهربا طبعا، وصالح جمعه نتمنى لهم الشفاء طبعا اصابتهم بفيروس كورونا. فانا شايف ان المباراه النهارده مباراه بروفا كويسه قوي للنادي الاهلي، يعني كلنا نتمنى طبعا المباراه تطلع بدون اصابات اهم حاجه. واعتقد ان الراجل يعني تشكيل النادي الاهلي ممكن كابتن اسامه اتكلم فيه، تشكيل النادي الاهلي انا شايف برضو ان الراجل عامل انسجام هايل، انسجام كويس قوي 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 ما بين الناس الخبره وبين الناس الشباب. النهارده الراجل طبعا ممكن تكون احنا كلنا متخوفين او الناس كلها متخوفه من وجود الشناوي ووجود ياسر ابراهيم، وجود مثلا حمدي فتحي، كان الناس دي عناصر اساسيه الراجل ممكن يعتمد عليها في المباراه اللي جايه، لكن الراجل ما يقدرش ان هو يلعب الفرقه كلها. كابتن ايمن كلنا كنا لعيب الكوره وعارفين ما يقدرش يلعب الفرقه كلها صغيرين، فلازم يعمل تجانس ما بين الخبره وما بين الشباب. وانا شايف ان الراجل ده انسب تشكيل ان هو كان يشتغل بيه النهارده. في النهارده لعيبه اول مره تكون موجوده زي نبيل كوكا، نتمنى له التوفيق طبعا، الراجل لعيب كويس يعني كلنا سمعنا ان هو لعيب كويس ونتمنى له التوفيق النهارده. في طبعا ناس خبرات زي وليد سليمان، زي ياسر ابراهيم، زي محمد الشناوي، الناس دي تقدر ان شاء الله ان هي تأدي يعني اكتر وقت ممكن ان هم يبقوا كويسين. واعتقد ان الراجل اول ما يطمن ان شاء الله على النتيجه باذن الله اعتقد ان هو ممكن يطلع الشناوي، ممكن يطلع ياسر ابراهيم، وينزل الناس اللي بره زي مصطفى شوبير، زي الناس اللي هي مش هتبقى موجوده في المباراه. فاتمنى ان شاء الله طبعا يفوز النادي الاهلي، واعتقد ان المباراه هتبقى يعني ممكن النادي الاهلي يبدا بدايه هجوميه، خلص المباراه من الاول، وده هيريحنا طبعا في الشوط الثاني. لكن طول ما الوقت بيعدي طبعا المباراه بتبقى صعبه على النادي الاهلي، لكن اعتقد ان الراجل وطريقه اللعب النادي الاهلي الفتره اللي فاتت والشكل بتاع النادي الاهلي الماتشات اللي فاتت هيقدر ان الراجل من اول مباراه ان هو يحسم المباراه ويريحنا بلغه الكوره يعني. فاتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي باذن الله.